زائرا مدينة سالا المعرض الدولي للكتاب. الحمد لله يعني المعرض يعني فيه كتب يعني من كل فن طرف، وكنتمنى يعني من ناحية هذا الجيل هذا يعني هو احنا الجيل ديالنا الحمد لله قرينا في واحد كانت عندنا يعني قراءة يعني من الضروريات. الآن هذا الجيل هذا حسب يعني ما يعني تجارب مع أحفادي ومع هذا أن يعني القراءة يعني أنك قليل أنه لو يشد لك الكتاب، يعني التطور التكنولوجي وهذا الهواتف إلى غير ذلك ما تتخليش الطفل أنه يقدر يقرأ، ولكن هنا خص واحد الجهود اللي خص تكون من طرف الوالدين. علاش؟ لأنهم بعدا خصهم يبعدوهم على الأجهزة الإلكترونية، وهما خصهم يعني يجيبوهم أطفال باش يشوفوا هاد المعارض، يشوفوا هاد الإصدارات اللي تتخرج حق إصدارات جيدة من ناحية التصنيف ومن ناحية الألوان من ناحية يعني الكتابة إلى غير ذلك، ولكن خص يكون عليها إقبال. الإلكترونية مضرة بعدا، يعني أنا عندما كنقرأ الكتاب الإلكتروني فكنحس بالتعب، كنحس بعيني كيضروني إلى غير ذلك، فكننصح بالكتاب يعني الرجوع إلى الكتاب إلى الأصل. ضروري من رجوع الكتاب لأنه بعنا صحة النظر وصحة العقل. الإنسان من كيقرأ في الكتاب الإلكتروني هو راه معلومة سريعة دغيا كتجيك بدون تعب، بدون يعني أنك تمشي تشريها وتقتنيها، ولكن لها أضرار أنك تنعزل عن المجتمع، يعني حتى أنها قد بعد قراءة الكتاب تصيبنا بالكآبة، هذا الشيء اللي كيبان لي أنا. بالنسبه لهاد التظاهرات انهم مزيانين لينا حنا كشباب وكجيل اللي طالع، الاجيال اللي طالعه مزيانه باش يعرفوا يتقربوا من الكتاب اكثر، حيت احسن صديق هو الكتاب. يعني واخا دابا هادشي العولمه ولا الكتاب الالكتروني وهذا ما كيخليكش مكونسونطري اكثر من انه ملي كيكون ورقه وتا داك الريزو ولا هذا ديال التليفون ولا التبرزيط ما كيكونش. انا تنفضل الكتاب الورقي اكثر، يعني بالنسبه للكتاب الورقي كيكون عنده واحد كتقراه كتبقى عاقل على داك الشيء وما كياثرلكش على عينيك، ما كيكونش التاثير ديال انه التليفون راه كيبقاو يجيك نوتيفيكاسيون تيدوخوك على المعلومات اللي كتقرا من الكتاب، ما كيكونش واحد تكونسونطرا عليه بزاف. بالنسبه من بين الحوايج اللي كيشجعوا الاطفال هو انه هاد المعارض مثلا، يعني الدراري اللي هما جاوا عاشوا الاجواء ديال مع الكتاب، عاشوا الاجواء ديال كيفاش بزاف د الحوايج المتاحف، يعني كيتحبب لهم الكتاب بعد. هذه اول حاجه، يعني هذه اللي هاد القضيه اللي ما بقاتش، يعني بالنسبه للدراري ولا التليفون لي طابليت هذا ما بقاش عندهم ميول للكتاب. وبالنسبه لهاد مثلا المعارض الكتاب ولا يعني ندوات ولا هذا شي رجعوا بعدا ديك الحب ديال الكتاب للشباب ولا الاطفال بصفه خاصه. جيت انا والابناء ديالي من مدينه القنيطره، جينا باش نشوفوا الافتتاح ديال معرض الكتاب. صراحه من كتكون هاد التظاهرات يعني كتكون هي محفزه ان الطفل يجي ويشوف هو شنو المتطلبات ديالو في مجال القراءه. يعني هاد معرض الكتاب كيحفز الوليدات انهم يشريوا راسهم ويختاروا ويشوفوا الكتب اللي تقدر تساعدهم انهم في مجال الدراسه ديالهم وتفتح لهم افاق ديال الثقافه والمعرفه. صراحه انا كنفضل نشري لهم الكتب الورقيه الصراحه، لان الكتب الرقميه كتقدر ما تقرايهاش، تقدر عيد تصفحها وتبان لك شي حاجه اخرى، يعني تقدر ما تكملش الكتاب بالقراءه، ولكن الكتب الورقيه يعني كتبقى غادي ورقه بورقه، يعني كتكون محفزه للاطفال احسن من الكتب الرقميه. انا جيت من مدينه سلا، اول مره غنجي لهذا المعرض هذا، كان جيت لهذا المعرض وانا فواحد الفرحه وواحد السرور. انت تفضل الكتاب الورقي، الكتاب الورقي هو روح تتغذى بها الذات ديالك، بحيث كل كلمه تمشي معها تستفد منها شحال من حاجه. الاخر الكتاب الورقي ما تنفضل انه يكون عند كل اي طفل، وتنقول من الوالدين ديال اي طفل من هذا المنبر هذا تبعوا ولادكم على الكتاب الورقي. الكتاب الورقي انا المجال الاهتمام ديالي هو كرة القدم بصفة عامة، ما كرهتش تكون عندنا شي كتاب عن حول كرة القدم
يكون افضل شيء كان هنايا بعدا. نقول الدراري اللي في السن ديالي هما احسن حاجه يتبعوا الرياضه ديالهم ويشوفوه، يتبعوا الكتاب وقراوا الكتاب، لان الكتاب راه هو اخ كل واحد. انا من سلا كنقرا في الثانيه اعدادي، جيت هنا للمعرض باش نشوف كتوبه وناخذ فكره اخرى على القراءه والتعليم. عجبني بحال كنقرا على الوطن وعلى التربيه الوطنيه، المحاكم والاسس ديال المحاكم. كيعجبني هادشي، كنهتم به حيت كتعجبني التربيه الوطنيه بزاف. ديالي هي كره القدم، كتعجبني حيت الروح رياضيه، وكنتمنى نكون لاعب كبير في المستقبل. الحضور ديال المعرض، اول حاجه الاخ ديالي كان جا العام اللي فات للدوره 28 لمعرض الكتاب، وكان وراني تصاور وراني معرض كيفاش كيكون الجو. مع انا اصلا عندي مع القراءه وكيعجبني نقرا كتب بزاف، وهو اللي كان هذا القدوه ديالي باش نبدا نقرا في الكتب. بديت في سن صغير وكنقرا كتب ديال الكبار، ولكن ماشي مشكل. من تما العقليه ديالك كتزيد تكبر، كتثقفي كثار، كي بزاف د الحوايج كيتبدل النظره ديالك، كتبدل الحياه، كتبدل الدوله، كتبدل النظام، كيفاش الكون كيفاش داير. ما شاء الله هذا العام عندي 5 دايره ادب، على حساب لان الحلم ديالي نولي محاميه ولا ضابطه شرطه. وملي جيت لهنا اكثر حوايج كنشوفهم كيجذبوني كنشوف القانون، القضاء، المملكه المغربيه. وفين ما مشيتي سونت بحال هكا كنمشي كندخل ليه وكنعيط لخوتي تا هو كيتعب. اهتمام ديالي للقانون والقضاء. الورقيه كتستمتعي بالقراءه، كتحسي ورقيه شعور واحد اخر. الهاتفيه الالكترونيه ما كنصحش بها، علاش؟ حيت راه انت كتكوني كتقراي ما كتحسيش براسك كتصدقي كداخله في شي بلاصه واحده اخرى، موقع تواصل اجتماعي ولا شي بلان. الكتب لا، ما كتخليكش تلهي على حاجه اخرى. بصراحه كنصحهم بزاف يجيو لمعرض الكتاب، والدراري على حسب الدراري صغار كنصحهم يبداو بالروايات، بهادو بالروايات كيكونوا صغار، ما يبداوش بكتب كبار. تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.